السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد ديال الموديل ديال الفيسكاليتي. دونك شفنا حنا في الفيديو اللي فات شفنا واحد البارتي تيوريك، يعني دخلت فيها بعد التمارين، ولكن يعني اون جينيرال هي بارتي تيوريك. هاد المرة غنشوف البارتي براتيك، غندير واحد جوج ديال التمارين يعني اللي كيتعاودو بزاف، كيكونوا بزاف او نيفو ديال لي زيكزامان، سيرتو بالنسبة لي تي اس جي او، يعني الناس ديال ليستا تي اس جي او تي سي او، يعني ال تي اس سي. دونك كيكون يعني واحد الدوسي في فان فورماسيون. دونك غنخدم انا واحد التمارين بحال داك الشكل ديال الدوسي ديال الفيسكاتي اللي كيكون في فان فورماسيون، وغنخدم غنخدم واحد ليكزومبل اخر يعني حتى هو طويل شويه باش نفهمو مزيان الياس، وكيفاش كندير لا ليكيداسيون ديال الياس، كيفاش كندير لا ريغولاريسيون ديال الياس. نبداو بالتمرين الاول اللي هو واحد ليكزامان فان فورماسيون تي اس جي 2018 فاريانت 1. دونك تحط على هذا الشكل هذا، قال لك لا سوسيتي لازاري اون اس ا سوسيتي انونيم او كابيتال دو 1 500 000 درهم انتيغالمون ليبيري او تيتر دو ليكزيرسيس 2017 اي فو رومي لي انفورماسيون سويفون. عطانا لي زيليمون، عطانا واحد الريزولتا افون لامبو اللي هو 117 ألف، عطانا لي برودوي شيفر دافير، برودوي اكسسوار، ديفيدوند، لي انتيغي، برودوي سيسيون. دونك عطاني معلومات كل، عطاني لي برودوي يعني لي مونطون ديالهم، عطاني لي شارج تا هما، عطاني لي مونطون ديالهم. دونك في الترافاي افير قال لي في السؤال الاول بريزونتي لو تابلو دو ديتيرميناسيون دو ريزولتا فيسكال او تيتر دو ليكزارسيس 2017. السؤال الثاني كالكولي لي اس تيوريك لا كوتاسيون مينيمال. السؤال الثالث ديتيرميني لي اس دي او بيان لامبو دو او تيتر دو ليكزارسيس 2017. Quatrièmement, il faut procéder à la régularisation de l'impôt dû ou bien de l'IS dû. Donc, je vais vous donner de la pause de la vidéo de Job Well Timonin pour être comme, mais bien deux autres. Donc, je vais vous donner la solution. Le tableau de détermination de résultat fiscal, je vais vous donner le résultat fiscal. Donc, dans le tableau, qui confie les éléments et les réintégrations de diction. Il a dit que les éléments différents sont les semis de l'opération. Les réintégrations de diction, les colonnes de diction, les justifications, ou les colonnes de diction. Les justifications sont les éléments. Donc, nous avons une nouvelle opération. Le résultat avant l'impôt fait le halal des bénéfices. دونك غندير فاش لي ريانتيغراسيون 117 ألف. غنمشي ندوز لي برودوي. لي برودوي عندي شيفر دافير، برودوي اكسسوار، ديفيدوند، انتيغي، برودوي سيسيون. دونك نبدا بالشيفر دافير. قالك شيفر دافير لوكال، دونك كيما قلنا لو شيفر دافير ديما هو امبوزابل 100% الا الا كان العكس. شنو هما العكس؟ محترم الشروط، باغ اكزومبل نون جيستيفي، نون كونتابيليزي، بحال هاد الشكل هذا. فهاد الحاله اون جينيرال ملي كنلقانا الشيفر دافير imposable 100%, ça veut dire rien à signaler. Comme chez le troisième opération, les voiles produits accessoires, ta wanaf shkel, et je dachel ma les produits d'exportation. Comme chez le quatrième élément, un des dividendes reçus, qui m'a gagné un dividende reçu, ou les produits de participation, quand on l'abattement 100%, ça veut dire exonéré 100%, et là, je dachel déjà aller voir l'impôt. دونك بلا ما ندخلو للتفاصيل، غتقول لي انت اباتمون 100% او بيان اكزونيري، وغدير المونطون ديال 21150 في لي ديديكسيون. كنمشي للسانكيام اليمون، عندي لانتيغي بروت سيغ كونت اتيرم او بيان انتيغي بروت سيغ كونت بونكير بلوكي اكسيتيرا، ولا لا تاكس سيغ برودوي دو بلاسمون ا روفوني فيكس، يعني نفس السميه كتعاود. في هذه الحاله كنشوف انا هاد لانتيغي ملي لقيتها بروت سافا دير غيان صناعي، علاش؟ حيت مونطون بروت. ملي كتكون نات ديك الساعه خصني نخرج الغوتوني على السورس وكنغيان ديغري. في هذه الحاله عندي بروت دونك غيان صناعي عليه. دونك اللي ما شافش يعني ما فهمش هادشي هذا، يشوف الفيديو ديال تريتمون دي شارج غيفهم كلشي. دونك سيزيام اليمون، عندي البرودوي تيسيون دي زيموبي سون توتالمون امورتي، غيان صناعي. علاش غيان صناعي عليه؟ كما قلنا كاع لي برودوي ايكون ديكسبلوطاسيون نون كورون فيونسي كاع يعني
sont imposables 100%. Et là, ben, les halats, les gagnants, dividendes, intérêts bruts, intérêts nets, etc. C'est bon, donc le produit scission fait ta mouchkil, rien à signaler. Comme chez l'élément CBA, donc, awal charge, un des achats de marchandises comptabilisés en TTC. Donc, un des achats de marchandises, il y a réduit, mais fait ishkel, ou la king est comptabilisé en TTC. Fait de la halak, une magna TVA n'est pas une charge. Donc, TVA, c'est la chambre qui est comptabilisée hors taxe. Ou TVA bouhida, achat de marchandises, le TVA récupérable. Donc, on va dans le charge TTC, ça veut dire que c'est une TVA n'est rien dégagé. TVA n'est pas une charge. Donc, on a le montant du TTC, quand on a le montant de la juge, quand on a le hors taxe, ou quand on a le flot de la TVA, on a le TVA n'est rien dégagé. Comme chez l'opération de Ménia, ou bien l'élément de Ménia. Donc, on a une commission, elle est payée en espèces. Donc, on a une commission payée dans le 1-2017, on a un fournisseur, un charbon. En espèce, yani, TTC en espèce. Donc, quand on parle du traitement du règlement en espèce, quand je trouve la limite du TTC ou la hors taxe, le règlement TTC, donc quand on parle la limite TTC, il y a 5000 dirhams. Quand la limite est 10000 ou la 2000, donc quand le montant de règlement est 14000, on a pris la limite 5000 à 9000 à rien intégrer. كنمشي لوبيراسيون تسعود عندي لي كادو بوبليسيتير فواحد واحد الملاحظه في لي كادو بوبليسيتير غالبا غالبا ملي كيعطي ملي ما كيعطيكش بلي راه يعني واش فيه اللوغو ولا ما فيهش اللوغو ديال لونتربريز واش فيه ليدونتيفيكاسيون ديال لونتربريز ولا لا غالبا يعني تعتبروا انت فيه ليدونتيفيكاسيون حيت ما يمكنش شي شركه تعطي واحد الكادو واحد بحال واحد لاجونطا ولا واحد ستيلو وما فيهش ما فيهش لا داك ديال ما فيهش لا مارك ديال الشركه ولا ليدونتيفيكاسيون ديال الشركه. دونك كنقارن انا البري اونيتير ديالي مع لا ليميت ديال 100 درهم. دونك عندي 95 درهم يعني اقل من 100 درهم. دونك غير اسينيالي ما وصلش لا ليميت ديالي. دونك غير اسينيالي كنمشي ليليمون 10 اوبيراسيون 10 عندي لي دون اوكتخوايي aux associations d'utilité publique. Donc, on va le traitement de la charge ADA, qui m'a dit qu'il y a les dons, trois types de les dons, les dons octroyés aux associations d'utilité publique, les hôpitaux, les fondations, etc. ADA, rien à signaler ou bien déductible, quel que soit le monde. Il y a quand même octroyé aux œuvres sociales, donc, c'est que l'ADA a dit la limite d'y ou bien le calcul. Fait le hala, utilité publique, rien à signaler, quel que soit le montant. Quand je l'opération 11, un des primes d'assurance de vie au profit de l'entreprise sur la tête de son dirigeant. Donc, had le dirigeant ada met mai 2017, chérikat la kadwa had l'indemnité. حصلت على واحد لانديمنيتي ديال 225000 درهم نون كونطابيليزي لو توتال دي بريم بيي جوسكا فان دو 2016 هو 120000 درهم. دونك اش غندير انايا؟ اولا لا بريم داسيرونس دو في سي اون شارج نون ديديكتيبل كان غي انتيغريها 5000 ملي كتكون البريم داسيرونس دو في يعني au profit de personnel et que ça n'a rien à signaler, voilà qui est au profit de l'entreprise sur la tête de son dirigeant, rien, et donc rien intégré, chargeant du ticket qu'on n'a rien intégré. Comme si on a dit que l'indemnité reçue les tlaqué de fachmet avec le dirigeant, qu'on a choisi comptabilisé ou non. Il est quand non comptabilisé, qu'on n'a rien intégré, qu'on a dit à l'âge, qu'il y a produit le comptable mazadash fil l'oul. داك في لو ماي مازادهاش لو موان ماي حتى الباحات زادها. دونك خصني انا ندخلها هنا كوم غي انتيغراسيون خصني نزيدها. كنشوف لي بريم فيرسي من النهار فاش اول الشركة اول مرة فيرشات ليه واحد داك البريم الاول حتى دابا نشوفو شحال ديال لي بريم. فهاد الحالة قالنا 120000 درهم جوسكا يعني لا فان ديال 2016
دونك حنا فين كاينين حنا في ليك 2017 خصني ندخل ديك لا بريم ديال 2017 خصني ندخلها دونك كتولي 125,000 درهم 120,000 زائد 5000 هي 125,000 درهم خصني ندير ليها ديديكسيون سي بون خصني نقصها كنمشي لليمون يعني 12 اشا دورديناتور بي بار شيك في هاد الحالة كما كتلاحظ اورديناتور يعني ماشي شارج سافي دير ايموبيليزيون دونك اريان تك كنمشي لليمون 13 ليس دونك كما قلنا في لي زامبو اي تاكس كاع لي زامبو اي تاكس سون دي شارج ديديكتيبل الا ليس كوتيزاسيون مينيمال اي لي زاكونت بروفيزيونيل هادو اغي انتغري ملي كتلقى الكوتيزون مينيموم بيان لي سو بيان لي زاكونت بروفيزيون كندير لها اغي انتغري ديريكت دونك 12000 ديال لي اس 20000 ديال لي زاكونت بروفيزيون نمشيو دابا لي ليمون 15 عندي لي بروفيزيون بور دي جوديسيير هاد لي بروفيزيون يعني بور لي دي جوديسيير كاين جوج الوان ديال لي بروفيزيون كاين البروفيزيون لي يعني كنطبقوا عليه les conditions يعني يكون précisé ou individualisé ou quand des provisions mais يعني باينين بحال هاد البروفيزيون بور ليتيج هذا باين واش شارج ديديكتيبل علاش حيتاش ملي كنوصل انا مع واحد الكليان كنوصل معاه انا للمحكمه دونك ريان اسينيالي comme chez l'élément stash, il y a une provision pour des prestations sur client Nasser. C'est le cas de la provision pour des prestations sans parler des charottes ou sans parler des conditions. Il y a ce qu'on précise ou qu'on individualise. Rien que je précise, provision pour des prestations. Donc, il y a une prestation, la provision précisée. On se fait individualiser, galic sur client lancé. Ça veut dire individualiser, donc rien à signaler. Comme je l'ai montré, galic les intérêts de compte courant d'associés crédités de 9000 dirhams, 900 000 dirhams, au taux de 14%, le taux réglementaire est de 10%. Donc, l'intérêt de compte courant d'associés, bien sûr, c'est A. كنشوف لي كونديسيون ديال اللي هما ثلاثه كنشوف الكابيتال سو كونط طالمون ليبيري خص سي سي ا تكون اولا الكونط كورون داسوسياسيون يكون قل من الكابيتال او لو طو براتيكي لو طو باش يعني خدامين في التمرين باش خدمنا حنا خص يكون قل من او يساوي لو طو اوتوريزي بار ايتا دونك الى ما احترم الشروط كنديروا يعني كنديروا الكالكول ديالنا في هذه الحاله غنشوف دونك عندي الكابيتال توتالمون ليبيغي الشرط الاول تحقق كنمشي للشرط الثاني اللي هو الكونت كورون داسوسي خصو يكون اقل من الكابيتال دونك لو كونت كورون داسوسي هو 900,000 درهم الكابيتال هو 1,500,000 درهم سافيدير يعني تحقق الشرط كنمشي للشرط الثالث اللي هو لو طو براتيكي خصو يكون اقل من لو طو اوتوريزي في هذه الحاله العكس لو طو براتيكي كبار من لو طو اوتوريزي دونك غندير هاد لغيانتيغاسيون هذا كندير لا ديفيرونس بين لوطو براتيكي ناقص لوطو اوتوريزي الكل فوا الكونت كورون داسوسي اللي هو 14% ناقص 10% الكل فوا 900,000 اللي هي 36,000 ا ريانتيغري كنمشي لليمون 18 اموند فيسكال بو انفراكسيون او كود دو لا روت كيما قلنا في لي تريتمون دي شارج ملي كنلقى بيناليتي اموند ماجوراسيون ديريكتومون ا ريانتيغري علاش سون دي شارج نون ديديكتيبل كنمشي ل 19 افونس او فورنيسور بي بار شيك سور اون كوموند كي سورا ليفري اي فاكتوري اون 2018 فهاد الحاله هذا افونس هذا يعني ما احترمش الشرط علاش حيت افونس لي بارطاج ا ليكزيرسيس انا عطيت افونس فهاد العام هذا السلعه ما غاديش تليفري حتى العام الجاي دونك ديما لي افونس يعني لي بارطاج ا ليكزيرسيس ديالنا دونك اغي انتيغري لافونس 8000 كنمشي لاخر اوبيراسيون اللي هي لي بيناليتي بور بيمون تارديف دو لا تي في ا دونك هادي البيناليتي اللي كيما قلنا بيناليتي اموند ماجوراسيون دونك اري انتيغري كيما كان المونطون الا في بعض الحالات ملي كيقول لك بيناليتي سور يعني
retard de marchandises, de livraison de marchandises, fait la hacker contractuel avec le client ou le fournisseur. Donc, fait la pénalité pour paiement tardif de la TVA, donc à réintégrer. Et là, je pénalité à Wallen. Tanyan, sur paiement tardif de la TVA. TVA n'est pas une charge, on a réintégré. Donc, c'est la faute de la mienne, on a réintégré. Donc, d'abord, on a le total de là. Je mets les réintégrations, je mets les déductions. Les réintégrations sont à 1 250 000 et les déductions sont à 1 150 000. Donc, le résultat fiscal brut est la réintégration, après les déductions, ou là, quand il y a le résultat comptable plus la réintégration, après les déductions, il y a le résultat comptable dans la réintégration. Quand il y a 3 600 000, déficit mendish. Donc, le résultat fiscal brut est le résultat fiscal net, il y a 3 600 000. نشوف دابا السؤال الثاني قال لي كالكولي يعني كالكول لي اس تيوريك الى كوتاسيون مينيمال. نبداو بلي اس تيوريك. كما كتعرفوا لي اس تيوريك عندنا لا فورمول ديال ريزولتا فيسكال نت فوال طول دو لي اس الكل ناقص لا سوم ادي جي. دونك كنشوف ريزولتا فيسكال ديالي فين جات في لو باريم. جات بين 3301 301000 ومليون. دونك لو طول ديال 17.5% ولا الصوم اللي ديو 22500. دونك كندير لي كالكول ديال كيخرج لي واحد لي اس تي اوريك ديال 31155. كنمشي كنحسب لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هي لو طو فوا الكل شيفر دافير اور تاكس. انا الشيفر دافير سمح لي سي ا غتكون سي ا هنايا سمح لي بلوس لي برودوي فينونسي او بيان يعني كل لي برودوي اكسسوار لي برودوي فينونسي سوف لي ديفيدوند بلوس لي سوبونسيون اي دون روسو لي برودوي اكسسوار كيدخلوا هنايا في لي شيفر دافير كيدخل البرودوي اكسسوار. دونك هاد الشركة هادي ماشي ديال الغاز ماشي ديال البترول ماشي ديال الماء والضوء. دونك كندير لو طو نورمال ديال لاكوتيسيون مينيمال اللي هو 0.75. كان 0.5 دابا ولا 0.75. عامل لي الشيفر دافير ديالي هو 2850 درهم زائد لي برودوي يعني اكسسوار اللي هي 92500 زائد لي برودوي فينونسي. في هاد الحالة كاينة وحدة اللي هي الانتيغي سيغ كونت اتا. عندي ما ننساش ديك لانديمنيتي روسو ديال لاسيرونس في حتى هي راه برودوي دخلناها حيتاش قال لك نون كونتابيليزي ودخلناها حنا خصنا ندخلوها حتى في حيتاش حتى هي برودوي خصنا ندخلوها. دونك لا كوتيسيون مينيمال هي 18500. نمشيو دابا السؤال الثالث نحددو لامبودي ملي لي اس تيوريك كبر من الكوتيسيون مينيمال. دونك كنختار الكبيرة. دونك لامبودي في هاد الحالة هو 31155. دونك هادشي اللي كتسالنا الدولة. دونك هادشي اللي غنخلصو كوم دي ديزاكونت بروفيزيونيل. دابا نمشيو لا ريغولاريزاسيون ديالنا. دونك عندي لامبو دو اللي هي 31155. غنشوف واش عندي شي حاجة ناقصة بحال الغوتوني على السورس. الى عندي ناقصة دونك عندي الغوتوني على السورس ديال الانتيغي بروت سيغ كونت اتان. دونك كندير داك المونطون بروت ديال الانتيغي فوا لو طو دو غوتوني على السورس اللي هو 20% كيعطينا 2220. كنشوف الى عندي لي زاكونت ديجا فيرسي. عندي لي زاكونت ديجا فيرسي هما 20000 درهم حتى هما كيتنقصوا. دونك من هنايا غنشوف شحال يعني واش انا كنتسال داك لي ريغولاريزاسيون واش انا كنتسال الدولة ولا الدولة كتسالني. دونك كندير الكالكول ديالي. كندير لامبو دو ناقص الكريدي الغوتوني على السورس كريي دامبو ناقص لي زاكونت فيرسي كيعطينا واحد المونطون. يعطينا مونطون بوزيتيف سافو ديال ان الدولة كتسلي انا كتسمى الكومبليمون دامبو. دونك دابا عندي لو بيمون ديال لي اس. غناخد يعني لامبو ديالي غنقسمها على 4 غيعطيني لي زاكونت. دونك 7000 و 8000 هما لي زاكونت اللي غنخلص. دونك بروميير اكونت دوزيام اكونت توازيام اكونت كاتخيام اكونت. وما ننساش داك الكومبليمون سو تخلص تا هو قبل من 31/3/2018 سو تخلص مع البروميير اكونت سي بون. دونك غنخلص 7780 زائد 2935. دوزيام اكونت غنخلص فيها هاد المونطون هذا 7780. تروازيام اكونت نفس المونطون. كاتخيام اكونت نفس المونطون. نتمنى تفهموا هاد التمرين هذا. ندوز دابا للتمرين الثاني اللي هو عبارة عن واحد التمرين قديم شوية ديال 2015 ولكن غنطبقو على ديسبوزيسيون ديال 2019 2020. يعني حنا كيهمنا غير المعطيات داكشي باش نحاولو نطبقو عليه القانون الجديد. دونك التمرين كيقول ان لو 10 مارس 2016
Vous êtes chargé de calculer de l'IS de la société Avenir au titre de l'exercice 2015, ainsi que la régularisation de la situation fiscale du même exercice. Donc, tout le monde a besoin de l'IS de la société Avenir Salle. Vous apprenez que la société Avenir Salle est créée en 2004 et a fait sa première opération d'exportation en 2011. Dis-moi, au niveau de la fiscalité, au niveau de le champ d'application, il y a exonéré, ou la première opération d'exportation, mais j'ai une tête créée de chérie. C'est bon? Donc, son chiffre d'affaires à titre de 2015 serait parti comme suite. Donc, un des chiffres d'affaires local, chiffre d'affaires à l'étranger. C'est-à-dire, un de la partie de l'activité à l'exportation de la chérie. L'analyse des comptes de la société vous permet de relever ce qui suit, étant le résultat comptable, ça veut dire le résultat avant l'impôt. Attendez les produits financiers, attendez les produits non comptes, etc. Mais attendez les charges. Les charges. Attendez assez de travail à faire. Galé calculer le résultat fiscal pour l'année 2015. Juste le procès de la régularisation. Calculer les acomptes. Le paiement de l'un produit. Donc, je repose les vidéos. Donc, nous devons la solution. Première question, le résultat fiscal de 2015. Donc, on a le tableau de détermination de résultat fiscal. On dit, au élément, il y a le résultat avant l'impôt. Les bénéfices, donc, on a la flèche intégration. Mais tu ne sais pas, il faut que les produits. Donc le chiffre d'affaires indi imposable, qui m'a dit qu'on dit mal les chiffres d'affaires qu'on a imposable 100%, donc rien à signaler. Comme chez les produits financiers, les dividendes, les intérêts, les gains de change. Donc le montant de la meilleure va être 1000 dirhams, les dividendes. Donc fait 1000 dirhams les dividendes, je n'ai pas 100%, ça veut dire exonéré. Donc grandir en déduction. Comme chez les intérêts bruts. Sur compte à terme, fait de la rien c'est le montant brut qu'on a net dès que ça quand on le retenir à la source quand il est réintégré. Donc, chez les bref, les produits financiers ou les gains de change, donc imposable 100%, mais c'est un mouchki. Comme chez le troisième élément, on a le produit non courant, c'est le produit de scission des émissions, imposable 100%, mais c'est un mouchki. Comme chez les charges, on dit à charge, il y a l'achat. Des fournitures pour 60 000 dirhams TTC. Fait la halam li ana chrit des fournitures, ana chrit une classe 6, de la charge classe 6, hadi, ou la kim li comptabilisa en TTC, donc TVA n'est pas une charge, c'est une réintégrée TVA. Donc, on dirait 60 000 dirhams, qu'on a la fasse à la jugation de jeu hors taxe, fois 20 000 dirhams à réintégrer. Comme chez la prime d'assurance vie, au profit de l'entreprise sur la tête du dirigeant, faites la charge non déductible car on a la prime d'assurance vie. On a la prime d'assurance vie de l'ELF. Faites la réintégrer à l'âge au profit de l'entreprise. Comme on a au profit de personnel, d'XA, rien à signaler. Faites la au profit de l'entreprise sur la tête du dirigeant à réintégrer. Comme chez l'autre charge, on dit facture d'hôtel payé en espèces. On a la charge en espèces, donc on dit le traitement du règlement en espèces. On dit la limite de 5000 dirhams TTC, on dit la limite hors taxe de 4000 TTC. Donc, on dit le règlement en espèces ou bien TTC. En espèces et en TTC, donc on parle à la limite. TTC 5000 درهم دونك ندير 11940 ناقص 5000 كاتبين 6940 ا غينتيغري كنمشي لوطخو شارج عندي لي زاكونت اون فوا كنلقى لي زاكونت كوتيزاسيون مينيمال لي اس ا غينتيغري علاش حيت كاع لي زامبو اي تاكس سون يعني ديديكتيبل الا لي زاكونت بروفيزيونيل لي اس كوتيزاسيون مينيمال سون غينتيغري. Andy, autre charge, les dotations d'exploitation comprenant notamment
80 000 dirhams correspondant à une double dotation d'amortissement due aux voitures de tourisme, suite à l'omission de la dotation de l'exercice 2014. Faites le cas là, on dit dotation d'amortissement due aux voitures de tourisme, donc on dit la limite de 300 000 dirhams qui est la valeur d'origine, on dit dotation, la limite est 100 000 dirhams. Faites le cas là, انا ما كنهضرش على يعني على ديك لا ليميت. كنشوف حيت قال لك انا دوبل دوتاسيون، حيت قال لك يعني الدوتاسيون ديال هذا العام هذا و دوتاسيون ديال 2014 تعاودت الدوتاسيون جوج المرات، او لا نساو الدوتاسيون ديال 2014 ما دخلوهاش حتى 2015 دخلوها، دونك ديال 2014 ما ندخلوهاش. علاش؟ حيتاش ماشي ديال ليكزيرسيس ديالنا، ني بارطاج على ليكزيرسيس. دونك الدوتاسيون ديال 2014 هي 40 ألف. علاش 40 ألف؟ حيت قال لك دوبل دوتاسيون تدوبلات، يعني دوبل دوتاسيون سافو ديال 40 و 40 هي 80، تدوبلات الدوتاسيون. دونك 40 ألف ديال 2014 خصني ندخلها ريانتيغري، حيتاش ماشي ديال ليكزارسيس ديالنا. كنمشي لأوتخو شارج دي دوتاسيون بروفيزيون بور دي بريسيسيون دو ديفير كليون لوكو محليين بور 630 ألف درهم، فيها 400 ألف درهم ديال لي كليون كو لا سوسيتي كونسيزيغ اون جوستيس. اوتوماتيكمون ملي كنلقى لي كليون يعني يعني لي بروفيزيون ديالهم داخل مع يعني البروفيزيون ديال لي تيج داخل مع يعني في المحكمة وداكشي، اوتوماتيكمون واحد لا شارج ديديكتيف ملي وصلنا معاهم للمحكمة، راه واش عندي الحق انني نريكوبيري داك الشارج ولا نقص داك الشارج، كتسمى شارج ديديكتيف غيان اسينيالي. دونك لي زوطخ كليون، داكشي لي بقى في لي كليون، غنشوف واش يعني واش محترم من الشروط ولا لا. شنو هما الشروط؟ خصو يكون البروفيزيون بريسيزي او انديفيدواليزي. في هاد الحالة البروفيزيون بور دي بريسيسيون دونك بريسيزي محدد، ولكن ني با انديفيدواليزي. علاش؟ حيتاش ما قالناش لي السمية ديال لي كليون، هنا قلنا السمية ديال لي كليون، سي بون. في هاد الحالة قال لك ديفير كليون يعني اون جينيرال، دونك ني با انديفيدواليزي، دونك نون ديديكتيف. داك الفرق 600 ناقص 100 ألف كيعطيني 200 ألف أغيان طيب. دونك ملي كنكمل لي شارج لي برودوي ديالي التريتمون ديالهم، كندير التوتال دو ريانتيغراسيون، توتال ديديكسيون، كندير ريانتيغراسيون ناقص ديديكسيون، كيعطيني واحد لو ريزولتا فيسكال بروت ديال 571 فوا 332. فهاد الحالة ما كانش عندي ديفيسيت باش نقصو، دونك الريزولتا فيسكال بروت هي نفسها الريزولتا فيسكال نت ديال 571 و 332. دونك غنمشي دابا نحسب السؤال الثاني، قال لك نحسبوا لي اس تيوريك ونحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك باش نحسب انا لي اس تيوريك، خصني نلاحظ واحد الحاجه مهمه في التمرين، هو ان كما قلنا في الشركه في الاول، الشركه عندها جوج ديال لي زاكتيفيتي، واحد لاكتيفيتي لوكال واحد لاكتيفيتي اليكسبور. دونك هاد لي ريزولتا فيسكال اللي لقينا ديال 571 و 132، فيها جوج حوايج، فيها واحد لابارتي ديال اليكسبور واحد لابارتي لوكال. دونك راه خصني نخرج شحال كتساوي لي ريزولتا فيسكال غولاتيف على الاكسبور، وشحال كتساوي لي ريزولتا فيسكال غولاتيف يعني على الاكتيفيتي لوكال. دونك غنخرجهم بواحد يعني بواحد بروغاتا وبواحد البورسونتاج. دونك لا بارتي دو ريزولتا فيسكال على الاكسبور غولاتيف على الاكسبور، هي كناخد لي ريزولتا فيسكال ديالي هذا المونطون هذا فوا لو شيفر، هذا هو البورسونتاج لو رابور دو بورسونتاج البروغاتا اللي قلنا. كندير الشيفر دافير على الاكسبور مقسوم على الشيفر دافير توتال كامل، يعني الاكسبور اي لوكال. دونك كندير 571 و 332 فوا، دونك على الشيفر دافير لا الاكسبور هو 2 800 ألف، كنقسم على الشيفر دافير توتال اللي هو اش عندي لوكال 5 600 ألف، عندي اليترونجي يعني الاكسبور 2 200 ألف، زائد لي برودوي فينونسي تاعو ما كندخلهم، ما كندخلش لي برودوي نون كون، كندخل لي برودوي فينونسي، كيعجبني واحد المونطون ديال 157 131. دونك بامكاني دابا نحسب يعني لابارتي اللي متعلقة بالاكتيفيتي لوكال، كناخد الريزولتا فيسكال توتال ناقص من هذاك لابارتي اللي متعلقة بالاكسبور، كيعطيني لابارتي اللي متعلق بالاكتيفيتي لوكال اللي هي 413 901. دونك غنشوف دابا هاد لابارتي يعني اللي متعلقة بالاكسبور، غنشوف شحال لوطو ديالها، حيتاش الاكتيفيتي اللي متعلقة الاكسبور يعني لياس، باش نحسب لياس واحد الشركة متعلقة يعني كدير الاكسبور، ماشي هي لياس واحد الشركة اللي كاينة في المغرب،
C'est bon, c'est le taux des entreprises exportatrices, mais c'est le taux des entreprises adiennes qui sont dans le marché. Donc, quand je vois l'entreprise, donc, il me dit, première opération d'exportation de la dette, elle fait 2011. Dette, elle fait 2011. Donc, on a fait une quinquennat en 2015. Qui m'a fait au niveau de la théorie, je veux dire que les entreprises exportatrices ont une exonération temporaire de 5 ans au niveau de l'IS, 5 ans, maintenant, opération d'exportation, d'exportation, ou de donc, tel l'âme, 5 ans, ou tel l'âme, fait ce qu'il y a, fait اول عام فاش بدا الاكسبورتاسيون ديال لوبيرسون الاكسبورتاسيون هو 2011 حتى 2015 عندي 11 12 13 14 15 دونك 2015 داخله في ديك الخمس سنين ديال ليكزونياسيون سافو دير ان هاد لابارتي هادي ديال الريجيتا فيسكال متعلقه بالاكسبور اكزونيري دو ليس دونك الا بغيت نحسب على ليس تيوريك ديالي غنحسبها على لابارتي لوكال اللي هي 413901 دونك كنشوف انا 413901 فين جات في لو باغي جات بين 300000 حتى المليون دونك لوطو 17 ونص ناقص لا سوم اديزو ديال 22 فرونس مي كيعطيني واحد الريزلتا ولا بيا لي اس تيوريك ديال 49932 مثلا 67 كنمشي كنحسب لا كوتيزاسيون مينيمال عندي لوطو تساوي لوطو فوا الشيفر دافير اور تاكس بلس لي برودوي فينونسي بلس لي سوفونسيون اي دونسيون دابا نعوض الى عندي كندير لا كوتيزاسيون مينيمال تساوي لو طو يعني نورمال علاش حيت الشركه ماشي ديال الغاز ولا البترول ولا النوطو دونك 0.75% مضروبه في لو شيفر دافير يعني لوكال لوكال بلس هو اللي كيدخل في لا كوتيزاسيون مينيمال بلس يعني لي برودوي فينونسي كاع يعني لي برودوي فينونسي كاملين فيهم 184000 ولكن صوف لي ديفيدون كنحيد منهم ديفيدوند ما عنديش لي سيفونس وما عنديش لي دون غوسي دونك يعطيني واحد لا كوتيزاسيون مينيمال ديال 42762 مثلا 75 كما كتلاحظوا لي اس تيوريك كبر من لا كوتيزاسيون مينيمال دونك لي اس دو او بيان لامبو دو هو لي اس تيوريك اللي هو 42932.67 كنشوف واش عندي شي غوتوني على السورس ولا شي كري دامبو في هذه الحاله عندي واحد لانتيغي بروت sur compte يعني à terme donc هو يعني brut comptable des heures brut donc نخرج من الغوتوني على السورس كناخذ المونطون بروت فوا 20% باش يعطينا 4500 هو الغوتوني على السورس 20% هو الطو ديال الغوتوني على السورس كنشوف لي زاكونت اللي ديجا فيرس او كور ديال 2015 فيرسيت انا ديجا 62400 في المجموع ديال لي زاكونت دونك غنشوف انا واش الدوله كتسال ليا ولا انا كنسالها كندير هذا الكالكول هذا كندير لامبو كنقص منه لي زاكونت فيرسي كنقص الكري دامبو بيان الغدوني على السورس ديال 4500 كيعجبني واحد المونطون الا كان بوزيتيف راه سافيجير ان الدوله كتسال ليا انا كتسمى الكومبليمون الا كان نيجاتيف سافيجير انا كنسال الدوله كتسمى الكري دامبو بيان ليكسيدون دامبو في هذه الحاله انا كنسال الدوله الفلوس دونك كناخذ لامبو ديالي باش ندير لو بيمون ديال لي زاكونت كناخذ يعني لامبو دو حيت ديما لامبو دو هو اللي كنقسم على ربعه ديما لامبو دو هو اللي كنقسم على ربعه كيعطيني واحد يعني مجموع ديال لي زاكونت كيعطيني لا كونت يعني نص 1400317 هي اللي غنخلص في كل اكونت ولا في كل تريمستر ديال 2016 دونك كنمشي لافون 31/3/2016 دونك لو بروميير اكونت شحال غنخلص كنت انا غنخلص 12483.17 ولكن انا كنتسال الدوله واحد الكري دامبو ديال 16967.32 دونك كندير 12483.17 ناقص ديك 16967.32 كيعطيني واحد الكري دامبو باقي شايط ديال 4442.15 فدي باقي كنتسال الدوله دونك او نيفو ديال بروميير اكونت ما غنخلص والو كنمشي تريمستر الثانية وبيا لاكونت الثاني في النهار قبل من 30 شهر 6 2016 خصني نخلص 14417 ولكن باقي انا كنتسال الدولة واحد 4482.15 دونك كنحيدها من الترونش الثانية ولا لاكونت الثانية كيعطيني واحد المونت ديال 7999.02 هو اللي خصني نخلص في التريمستر الثانية سي بون بالنسبة للتريمستر الثالثة والرابعة وبيا لاكونت الثالثة والرابعة خصني نخلص المونتون فيكس اللي هو 12483.17
تمنى تفهموا هاد التمرين هذا. دونك بحال هاد التمارين اللي كيكونوا كيتعاودوا في الياس او نيفو ديال الياس، يعني في ليكزامان دو فان دو فورماسيون، في ليكزامان ديال لافاك اكسيتيرا، هادشي اللي كيتعاود. نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.